في ظل جائحة كورونا وجد العديد من الجزائريين أنفسهم في ضائقة مالية، ما جعلهم يعجزون عن تسديد فواتيرهم، لتصل بذلك نسبة عدم تسديد الفواتير لدى شركة المياه والتطهير سيال إلى 90%، بما يقارب 18 مليار دينار. الماضية عندنا 90% من الزبائن تاوعنا عندهم ديون مقارنة بالسنة الماضية وين كنا 55%، وهاد هاد 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 الديون راهي دارت لنا مشكل في ميزانية الشركة واللي مقدرة ب 18.7 مليار دينار. ولهذا قمنا بهذه التسهيلات للمواطنين تاوعنا، عدم قطع المياه للزبائن اللي ما خلصوش الفواتير تاوعهم. ثانيا حبسنا جميع لي رولونس بار اس ام اس ولا لي لاتر دو رولونس اللي كنا نبعثوهم للزبون تاوعنا تضامنا معه في ظل هذه الجائحه. رغم ارتفاع نسبة ديون زبائن شركة المياه والتطهير سيال، إلا أن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد جراء كوفيد-19 جعلها تتخذ مجموعة من الإجراءات التي تسمح بمرافقة زبائنها لتسديد ديونهم. الزبائن دوك الان ما يحوسوا كيفاش يسدوا، كيفاش يحوسوا يسقموا الوضعيه ولا يسويوا الوضعيه تاعهم مع سيال، خاصه تسديد فواتير. حنا نعطيو لهم كل الاجابات ونسيو نسهلوا لهم. هي على كل حال باش نتذكروا، الزبون يقدر يدير ان شيونسي دونك تسديد بالتقسيط بلا ما يروح للوكاله التجاريه، يقدر يعيط لو 1594 ويديروا له تقسيط عن البعد، ومن بعد يذهب الى الوكاله باش يخلص اول شطره ديالو. طريقه دفع الديون حتكون بالتقسيط، وهذا التقسيط يقدر يكون ايطالي سور اون اني حبي يقول 12 شهر، يقدر يدير ان ريغلومون بارسيال حبي يقول الزبون كيكون عنده فاتوره مثال فيها 5000 دينار يقدر يدير لنا انفيرسيومون ولا يدير ان بايمون تاع 2000 الى 3000 دينار سولون المقدور نتاعو، كما يقدر يدير لنا اون افونس سور كونسومون. استمرارية تزويد الزبائن بالمياه مع عدم تحصيل الديون بسبب الظروف الصحية معادلة تسعى مؤسسة سيال لتحقيقها لتكون متنفسا للعديد من العائلات.